السلام عليكم أعزائنا الطلبة، موضوعنا في الماستر سيركليشن لهذا الجزء من الجزء الثاني من المحاضرة الثامنة هو تو فيلم ثيوري، هي الكيس الأولى، الحالة الأولى في حالة إذا كانت عندنا أكومولار كاونتر ديفيوجن. هذا الجزء من المحاضرة هو تكملة للجزء الأول من المحاضرة الثامنة. أخذنا سابقا كيفية معرفة حساب الفلكس للطرف الأيسر من الرسم اللي هو كان الطرف الغاز فيس، والطرف الأيمن أيضا من الرسم اللي هو الليكويد فيس. إذا تتذكرون بأنه كان عندنا باراميتر يدعى بالطرف الأيمن الأيسر من المعادلة اللي هو Y A bulk و X A bulk اللي أقصد بها at gas phase. فعندنا هسه رح ناخذ الكيس الاولى في حال اذا كان الانتشار مالتي هو شنو ضمن ميكانيكية الاكويمولار كاونتر ديفيوجن، يعني اقصد بها عملية انتشار الغاز ضمن السائل والسائل ضمن الغاز. رح نضع طلاب هسه عندنا رح نضع البلك، رمز البلك بدلالة الواي اي، واي اي بلك رح تتحول الى واي اي والاكس اي بالك هو الاكس اي. انا مثل اللي اقصد هو شنو الواي اي بالك والاكس اي بالك، هو المول فراكشن للغاز اي في طرف الغاز فيس في طرف الايسر من جهة الرسم. فرح نوضع المعادلة هسه، والاكس اي هو اكس اي بالك اللي هو المول فراكشن للغاز، وين موجود؟ في الطرف الايمن من الرسم اللي هو at الشنوة at الليكويد، هذا at الليكويد فيس. فاذا ال YA هو مول فراكشن للغاز في الطرف الايمن من الرسم، وال XA هو المول فراكشن لنفس الغاز في الطرف الايمن من الرسم اللي هو الليكويد فيس. من اخذ هاي المعادلتين اللي احنا اشتقيناها او وجدناها سابقا بالجزء الاول من المحاضرة الثامنة، ادمجها سوية لان اثنيناتن هي فلكس. فش اقول؟ اقول بانه الفلكس الشي يساوينا في الطرف الايمن والطرف الايسر من الرسم، يعني جهة الغاز فيس وجهة الليكويد فيس، شي يساوينا هنا هذا كي واي داش، هذا كي واي داش طلاب كي واي داش اللي أخذنا المعادلة بدلالة المول فراكشن، كي واي داش اللي هو آت الغاز فيس، شي يساوينا الفلكس؟ يساوينا شنو؟ الكي اكس داش اللي هو من الطرف الأيمن من الرسم بالليكويد فيس. اثنينات المعادلات بدلالة المول فراكشن، بس واحد بدلالة الغاز فيس وواحد بدلالة الليكويد فيس اللي هي تعبر لنا عن الفلكس، عن مقدار انتشار الغاز اي بالغاز، الغاز اي بالغاز فيس وبالليكويد فيس. ليش احنا سويناهن؟ نلاحظ المعادلة رقم 17 تحتوي على الثوابت. ايش راح نسوي؟ اقسم الطرف الايسر من المعادلة على الطرف الايمن من المعادلة، راح احصل على معادلة رقم 18 اللي اهم شيء تلاحظون بها شنو الثوابت مقسمة على بعضها من جهة، والمول فراكشن at gas phase وliquid phase من الطرف الايمن من المعادلة. انا اهم شيء عندي طلاب بانه اخلي المعادلة بهذا الشكل، لازم اخلي المعادلة بهذا الشكل على مود ابدي اشتغل. المعادلة اخليها اهم شيء هو من عند الثابت اللي هو ماينس، لازم دائما طلاب كي اكس داش على كي واي داش لازم تكون بهاي الصيغة، ولازم هي داش، يعني بكل الاحوال لازم يكون داش. اوكي، انا سبب هسه اش دا اشتغل على مود اوجد، على مود اوجد شنو عندي اللي هو ما اعرفه، وقلت لكم هو سبب وضع هذه النظرية هي حساب من وين الواي اي اي والاكس اي اي. اذني الاثنين لازم احسبهن، لانه اذني الاثنين المول فراكشن للغاز اي في داخل منو الانترفيس، وبالتالي من الصعوبة احسبها، لانه الثيكنس السمك مال الفيلم اللي هو بين الغاز وبين الليكويد
سمك يكون جدا قليل، وبالتالي المول فراكشن نتيجة التغير راح يصير في داخل هذه المنطقة من الصعوبة حسابه. فلهذا وضعنا هذه النظرية. فإذا النظرية هي تبدي بأنه نربط الفلاكس مال الغاز فيس ويا الفلاكس مال الليكويد فيس ونضعها على شكل المعادلة رقم 18 ونخلي الثوابت مثل ما تشوفون ضمن هذه الشكل. هسه أريد نحسب شلون راح نحسب ال YAI وال XAI، شلون نحسبها بيناتهم ضمن معادلة مثل ما أخذناها اللي هي at equilibrium equation at equilibrium. زين طلاب، عادة قلنا هاي الحالة في حالة الغاز والليكويد، فهسه شلون راح نبدي نحسب ال YAI وال XAI. هنا طلاب دا يشرح لكم هو اللي راح اشرحه هسه على الرسم، فافضل بانه تنتبهون على الرسم اللي حدي ارسمه اني ضمن السلايد اللاحق، هو هذا الشرح الموجود هو هنا. فاذا شوية انتبهوا طلاب وراح ابدي ارسم، وهذا رسم جدا مهم. هذا الرسم راح نبدي على ورقة بيانية طلاب، نخليها على ورقة بيانية. اوكي طلاب، ايش راح يصير عندنا؟ نجيب الورقة البيانية وراح اخذ الاكس اكسس هو بنو هو مول فراكشن، الاكس اكسس مول فراكشن وين؟ ات ليكويد فيس اللي هو الاكس، والواي اكسس هو المول فراكشن ات شنو؟ غاز فيس. بالسؤال طلاب هناك حالتين يعني راح يعطيكم، يعني هذا شنو الغاز فيس والليكويد فيس؟ راح يعطيكم حالتين. اما الحاله الاولى بالسؤال ايش راح يعطيكم؟ راح يعطيكم جدول يربط لكم بين منو ومنو، يربط لكم بين الاكس والواي. يقول لكم هذا الجدول هو اكس وواي، مطي قيمها، يبدي قيمها مطيها 0.1.3، كل قيمه لها مقابلها بال شي يسموها، كل قيمة للإكس لها مقابلها للواي. أما يعطيكم إياها بهاي الصيغة، وهذا السهل، هي أسهل طريقة، أو يعطيكم إياها معادلة مثل ما قلنا at equilibrium equation y يساوي لنا m في x، اللي هي يعني ما يعطيكم، يعطيكم ال m أو يوجد بعدين مثلا نفرض 1.5x، شو تسوون أنتم؟ أو يعطيكم إياها على شكل معادلة، لازم انتو الجدول انتو اللي تسووه بين الاكس والواي تبدون تفرضون طلاب، تفرضون قيمة منو؟ اكس. نبدي هالاكس عندما الاكس صفر اجي اعوضها بالمعادلة، الاكس صفر راح يطلع لنا الواي شنو؟ صفر. عندما الاكس لنفرض بوينت واحد، من اعوض البوينت واحد هنا ايش راح يطلع لنا الواي؟ يطلع لنا الواي بوينت شنو؟ 1.5. والبوينت اثنين من اعوضها هنا ايش راح يصير عندنا طلاب؟ راح يصير عندنا بوينت 3، صحيح؟ لو انا غلطان اضرب البوينت 2 في 1.5 راح يطلع لي بوينت 3، لو شنو يطلع لي؟ راح يطلع لي بوينت او 3، صح لو غلط؟ وهذا يطلع لي بوينت او 1. اذا اريدكم تنتبهون على الحل، تنتبهون على الحل زين، ونكمل الى ان تتوقفون عندما الاكس قيمته 1 راح يطلع لي الواي ايش قد راح يطلع لي قيمته؟ يطلع لي الواي 1.5، صحيح هذا 1.5؟ لا غلط. يصير هيجي، هل يجوز قيمة المول فراكشن اكثر من الواحد؟ انتبهوا عليها طلاب، هاي الحالة او غير حالة، انتبهوا عليها. المول فراكشن دائما يكون شنو؟ اقل من واحد. هذا مو موضوعنا، هذا المفروض انتم تعرفوها. موضوعي اني بانه انا عندي بان راح يعطيني بالسؤال نوعين من الجدول، احد الانواع، اما يعطينيها على شكل جدول هو هذا، او يعطينيها على شكل معادله راح اوجد الجدول. اوكي طلاب، هذا بالنسبه للإكليبريوم. ايش راح يصير هسه عندي؟ ايش راح يصير؟ راح ابدي ارسم، من حصلت قيمه لمن؟ حصلت قيمه للاكس وللواي، راح ابدي ارسم الرسم. مثل ما قلنا سابقا بالمحاضره السابقه،
قيمة الـ X والـ Y يعتمد على منو؟ على نوع الـ solution. إذا كان الـ solution مالتي مركز فمعناته شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي خط على شكل كيرف. أو في حالة إذا كان عندي diluted solution فإذا شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي مستقيم. طبعا الرسم لازم هذا رسمه بيدي أو بالقلم يعني، بس هنا لازم تلزمون مسطرة وترسمه. لنفرض بأنه شكل الرسم راح يطلع لي على شكل شنو؟ كيرف. هذا أول خطوة نسويها. ثاني خطوة أنتوا لازم تواجهوها، هو بالسؤال أكيد راح يعطيكم، إيش راح يعطينا؟ راح يعطينا XA bulk يسميها، اللي هو مول فراكشن للمادة A وين بالليكويد فيس، واي اي شنو بالك اللي هو المول فراكشن للغاز اي ات غاز. فهاي لازم يعطينا اياها، هاي لازم يعطينا اياها ولازم احنا تكون عندنا، لانه ثاني خطوه اذن القيم احددهن، اشوف الاكس اي وين حسب الاكس اكسس، لانه الاكس اكسس هو اكس فلنفرض هو هنا وقعت قيمته، والواي لنفرض هنا قيمتها، فحاصل هالوين راح تكون هاي القيمه. هاي هو الـ P، ونطي رمز P اللي هو إحداثياته مثل ما قلنا XA bulk YA bulk. هاي إذن النقطة عيناها، هاي النقطة عيناها عن طريق قيم الـ XA bulk YA bulk اللي يعطينيها بالسؤال. زين، الخطوة الثالثة هي شنية؟ هي المفروض ايضا هو شو يعطينا بالسؤال؟ يعطيني بالسؤال قيمة ال KX داش وال KY داش. KX داش و KY داش، هاي يعطينا اياها. إذا ما اعطانا اياها، اعطانا اياها بغير ثوابت، بغير كوفيشنت، أني لازم أحولها إلى KX داش و KY داش، حسب قوانين التحويل اللي أخذناها قبل محاضرتين. ليش؟ لأنه أنا أريد منو؟ أريد قيمة الـ KX داش على الـ KY داش سالب، هذا لازم أوجد قيمته. KX داش أقسمه على الـ KY داش بالسالب وجدت قيمته. أوكي؟ هذا شو أسوي به؟ أخذ لهاي القيمة، أخذ له التان إنفيرس، أخذ له التان إنفيرس. شو أحصل؟ أحصل الثيتا، الزاوية، أحصل الزاوية. إذا من قيمة حاصل قسمة الـ KX داش على الـ KY داش بالسالب وجدت هاي القيمة، أخذ لها هاي القيمة تان إنفيرس، راح تطلع لي الزاوية. شو أسوي بالزاوية؟ فرضا طلعت لي الزاوية 50، طلعت لي الزاوية 50، أجيب المنقلة بالمقلوب، أعينها هيجي، هاي هو المنقلة، أخليها هيجي، هذا شقد؟ مو 90، إذن وهذا الصفر، وهذا 180، إذن 50 تقريبا وين؟ هنا أنا، هذا الخط اللي خليته، أجيب من هاي النقطة، خل آخذ غير لون، من هاي النقطة اللي هي نقطة بي، آخذه بالمسطرة، ألزم وياي مسطرة، أمر على 50 وأقطع. وأوصل للإكوليبريم كيرف اللي هو قلنا هذا إكوليبريم كيرف، فحصلت هاي النقطة الخط التقاطع على هاي النقطة، على هاي النقطة خل عين هنا هذا من هو هذا الـ XA bulk وهذا من هو اللي هنا YA bulk. زين، هاي النقطة اللي حصلتها من تقاطع المستقيم المائل بزاوية الثيتا اللي هي احنا نفرضها 50 ويا الإكوليبريم كيرف، نوقف اللي هنا. شو حسوي عند هاي النقطة؟ عمود، انزل مستقيم بشكل عمود ضمن المسطرة، راح يقطع لي الاكس اكسس، واخذ ايضا افقي ضمن المسطرة يقطع لي الواي اكسس، ضمن الاكس اكسس، ضمن الـ X axis ايش راح احصل؟ احصل هو هذا XAI، وبالافق ضمن الـ Y axis راح احصل اللي هو هذا YAI.
إذن الـ XAI والـ YAI اللي هي الـ Interfacial Mole Fraction أو الـ Interfacial Concentration الموجود ضمن طبقة الـ Interface اللي هو الفيلم. هاي هي الطريقة لإيجاد قيمة الـ XAI والـ YAI. أوكي طلاب؟ أنا شو استفاد من عدها؟ لأنه وراها شو راح أسوي؟ من حصلت قيمة الـ XAI والـ YAI أقول شو أقول؟ أقول الفلكس من جهة الغاز إيش يساوينا؟ مو يساوينا كي واي داش مضروب في شنو الواي اي اي ناقصا منو الواي اي بالك. زين راح أقدر أوجد الفلكس هاي مال منو هاي مال غاز، لأنه الكي واي داش مطيني إياها بالسؤال. أوكي العفو العفو، عندك هنا الـ YA bulk ناقصا الـ YAI، لأنه أنا مش مطيني بالسؤال، مطيني قيمة الـ KY داش ومطيني قيمة الـ YAB اللي هي البالك، فقط ما عندي منه الـ YAI. الـ YAI من أجيبها؟ أجيبها أخذتها أو وجدتها من الـ Y axis وعرفت شلون صار التقاطع مالتها ويا الـ Y axis اللي هو المنحني، فحصلت الـ YAI. اجي اجيبها اعوضها هنا، راح اوجد قيمة الفلكس بالغاز فيس. اما في حالة منو عندي هسه؟ في حالة الليكود، شلون راح اوجد قيمة مال الليكود؟ زين شو اقول مال الليكود شنو ال ان اي شي يساوينا؟ يساوينا كي اكس داش بيش مضروب في الاكس اي اي ناقصا XA bulk. ال KX داش ايضا مطيني اياه بالسؤال، وال XA bulk ايضا مطيني اياه بالسؤال، فقط باقي عندي ال XAI وال XII وجدت قيمته منين؟ من الرسم. فراح اوجد قيمة الفلكس اللي هو اذا يطلبه اللي هو mass transfer coefficient at liquid phase، وأذاك اللي وجدت هذيك الساعة الفلكس ان اي ات غاز الفيس، وبالتالي وجدت المطلوب اللي هو يريده. ها هي طريقة الرسم في حالة هذا الرسم في حالة اكوليبريوم ستيدي ستيت، في حالة يا ميكانيكية، في حالة فقط هذا الطريقة تستخدم في حالة الاكويمولار كاونتر ديفيوجن، في حالة الاكويمولار كاونتر ديفيوجن هذه هي الطريقة اللي تدعى بالكيس رقم 1. في نهاية جزء هذه المحاضرة أستودعكم الله، ولقائنا في الجزء الثالث من المحاضرة الثامنة.